القمة 13 للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول افريقيا المركزية السيماك انهت عملها في جلسة مغلقة وخرجت ببيان ختامي اعلن فيه تسليم الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية والنقدية دول افريقيا المركزية لرئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو. تقرير ارشاد حسن طه مرة ثانية. عقب افتتاح القمة 13 للمجموعة الاقتصادية النقدية لدول افريقيا المركزية، فقد عقد رؤساء الدول والحكومات جلسة مغلقة تباحث خلالها مختلف المواضيع الراهنة بالاقليم وسبل حلها. وبعد مداولات ومناقشات للبحث عن الحلول التي تخدم مصلحة المجموعة واقتصادياتها حاضرا ومستقبلا، كان لهذه القمة الفضل في تأييد العديد من المقترحات بما في ذلك التدابير الهيكلية والتعيينات والإصلاحات المؤسسية وتكريم بعض الشخصيات والمسؤولين بما في ذلك وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي التشادي الحالي إنجيتو تيرناي. وقد خرج الرؤساء ببيان ختامي أكدوا خلاله ضرورة اتفاق الشراكة الاقتصادية بين إفريقيا المركزية والاتحاد الأفريقي، ويرشد المؤتمر رئيس لجنة السيماك بالاتصال مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمواصلة هذه المفاوضات بناء على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية والمفاوضات ووكالة حماية البيئة المخطط لها في دوالا في الثالث من مارس القادم. وأكد رؤساء الدول على ضرورة التنفيذ بشجاعة مختلف التدابير المتخذة، وخاصة من حيث إعادة أرباح تصدير الشركات المعتمدة والمتعددة الجنسيات، وهي ضمانة للنجاح المتوقع. وعلاوة على ذلك أكد رؤساء الدول على تطبيق مشروع حرية التنقل الحر الكامل للشخصيات والمواطنين داخل فضاء السيماك، مزدوجة بقطعة من الهوية الآمنة بطاقة هوية أو جواز سفر بيومتري. كما اعتمدوا مهمة دائرية لجنة السيماك بزيارة جميع البلدان من أجل ضمان تحقيق تنفيذ هذه القرارات ومعالجة القضايا المؤسسية. كما اعتمد المؤتمر قرارا بشأن إعادة تطوير نظام الفوائد، وبموجب هذه الإجراءات الفردية قرر المؤتمر تعيين 6 أشخاص لمحكمة الحسابات ومجموعة السيماك من بينهم التشادي حامد باتشيري، إضافة إلى المواطنين رمضان موسى وجمعة عربي الذين تم تعيينهم ضمن 12 شخصية بإقليم السيماك ووفقا للقواعد المعمول بها داخل المجموعة. فيما يتعلق بالتناوب في المناصب القيادية، قرر المؤتمر تسليم قيادة اللجنة المجموعة الاقتصادية النقدية لدول إفريقيا المركزية السيماك لجمهورية الجابون ومنصب نائب رئيس اللجنة لجمهورية تشاد اعتبارا من أغسطس. أما الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية النقدية لدول إفريقيا المركزية فقد سلمت لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي استلمها من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغيما بوزوك. وبعد كل هذه العروض أكد المؤتمرون على ضرورة قيام الدول باعتبار الأصول الأجنبية لتعزيز الانضباط المالي والتنوع الاقتصادي من أجل تجديد كل الاحتياطات اللازمة.